كنجي هنا القنيطرة كندوزو هنايا الصيف تقريبا مرة مرة و... وانا نوجه في الملعب ولكن ساكن في القنيطرة، لكن كنمشيو ليه كنرجع لأن كنت بحر في الصيف لحساب الصحة. البحر زوين في المهدية، هو خص الناس ترد بالها بالنسبة للدراري الصغار وبالنسبة سميتو، ولكن المهدية الصراحة بعض المرات كتكون هي زوينة، ولكن بحال دابا هو دابا الصيف الناس كاملين في المدن ديال المهرجانات، هي دايما المهدية فيها لا مهرجانات لا حتى شي حاجة، الناس هي كتجي كتصيف كتبرد وكتدوز شي بحرات. تبان لي باركين دابا حاليا دابا هو اليوم كاين سبت الاحد لي باركين عامرين، الناس كتجي وكتمشي ستاسيون شي بلاصه اخرى بعيده وعاد كتروح المسافه يرجع عاد كلها تجي، وكل اللي كيجي ما كيلقاش حتى في ستاسيون. الباركينات صغار هنا في المديه والباركين ديالها صغار بزاف، ماشي بحال شي مدن اخرى كتلقى الباركينات موجودين. هنا راه هنا ما كطيح شي حاجه، هنايا كيبداو حتى المستشفى الادريسي باش المعروف سبيطار الغابه، وبيني وبينك المستشفى الادريسي هو مستشفى زوين ولكن للاسف الناس ديالو ما مزيانينش، كاين قصا هو المهرجانات والاحتفالات فيه كيحتفلوا بزاف ديال الناس والاطفال، والمهرجانات كيكون زوين بالاخص الصيف المهديه. كازا نيت جينا هنا المهديه باش نتفوجوا مع خوتي الصغار نيت، ولكن كاين بروبليم واحد اللي هو على الباركينغ. باركينغ اصلا ولا غالي دابا، مينيموم دابا كيقول لك 10 درهم 5 درهم، ولكن راه بزاف فهمتي، تقريبا شي دابا علينا 4 ساعة فهمتي، ولحد الان باقي ما لقيتش، خصوصا في العشيه ملي كنجي مع الدار ولا شي حاجه كنضطر نحط الطوموبيل ديالي الفوق في المهم شي بلاصه كاع ما سيكوريزي باش نحاول فهمتي باش نحاول نهبط للبحر. ايوا كنطلبوا من مسؤولين نيت يدخلوا في هادشي ونحيدوا علينا بزاف، هذا خصوصا اول حاجه هي الفلوس، الفلوس ديال 5 درهم 10 درهم راه بزاف على الناس المواطنين وداك الشيء، بصح راه الباركينغ راه نورمالمون خص يكون غراتوي، علاش؟ حيت كنخلصوا حنايا الضريبه وشحال من حال، الضريبه ديال 1500 درهم والعام فينا هما هذوك الفلوس كاملين فهمتي؟ وهذا الشيء اللي كاين. جيت اليوم المهديه ما تنبدلوا شويه الجو ديال المدن الداخليه، راك عارف حنا كنبغيو المدن الساحليه نبدلوا فيهم الجو. خاص 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 يكونوا دي بارك اللي يستوعبوا كاع يعني الطاقه السيابيه ديالهم تكون اكثر، تكون كبيره اكثر، باش لان الناس كيجيو بزاف خاص تكون واحد الطاقه السيابيه اكبر، وحباده حتى على مجانيه لي بارك حتى هما فيهم مشكل كبير بزاف، يعني كيلقاو المواطنين شويه ديال المشاكل مع الحساسه وهذه راك عارف. المهم على ايين هادو من ضمن يعني الحويجات اللي شويه كيديرونجيو هنايا. ما كاينش مثلا ما نقدرش نقارنو مثلا بمدن اجنبيه ولا هادي، ولكن على العموم ما تلقاش مثلا الدوش فين الدواش، ما كاينش حتى لي تواليت ما كاينش، الانسان بغى يقضي حاجه ديالو ما كيلقاش فين. و على العموم الناس صعيب تلتزم شي شويه بالتوصيات وتلتزم شويه بهاد التعليمات اللي كيقولوا لهم لي ميتر ناجور وهاد الناس اللي تيغارديو هنايا البلاج، باش تكون الامور تدوز للصطياف يعني يدوز مزيان. المهم اللي بغينا نناقشوا هذا الموضوع هذا هو ديال شاطئ المهديه، يعني تيعاني بزاف ديال المشاكل، اهمهم وابرز المشاكل اللي تيعاني منها شاطئ المهديه هو المرافق العموميه غائبه جدا، يعني بنادم تيقضي الاغراض ديالو هنايا يعني واحد الريحه اللي كاريها، يعني يقدر تجي والديك يقدروا يجيو خوتك صغار لا فامي كذا تيشموا ديك الريحه اللي زعما ما تقبلهاش. وحنا كمواطنين وبحكم تنخدموا في لابلاج وحنا ولاد البحر كبرنا في البحر، يعني تنطالبوا من السلطات باش يفتحوا مرافق عموميه، يكونوا الدوشات يكونوا المراحيض يكونوا بزاف ديال الحوايج، ويعني السلطه راه دايره الخدمه ديالها من ناحيه يعني تنظيف الشاطئ. دابا راه ما بقاش كيف ما كان في شهر 6 وشهر 5، يعني دابا راه الشاطئ راه حاليا دابا راه رجال النظافه راه قايمين بالاعمال ديالهم، ولكن كما تنقولوا راه يد وحده ما تتصفقش، يعني خاص كل شيء تعاون يعني باش المدينه تنقى، المدينه ديال المهديه تنقى وتكون اللي شاطئ يعني شاطئ كبير بالنسبه للمغاربه تيزوروا بزاف ديال المدن تيجيو الشاطئ هذا، يعني كيشموا هاد الريحه كتجي شويه ناقصه وما وبزاف فهمتي، ريحه يعني كريهه ماشي شي ريحه اللي زوينه، ريحه بزاف اخي، يعني هاد الدروج هذا تشد الدروج الثاني الدروج الثالث نفس الريحه تجيب، يعني زعما تبغي تريك لها انت كما كتشوفوا دابا مواطنين دابا جايين للبلاصه اللي تاخذوا اغراض ديالهم، فهمت هذا؟ والوالد
لي راه كاين واحد التاخر اخي. حنا بالنسبه لهاد المدينه دي كاين واحد التاخر اللي بزاف يعني فهمتي، مقارنه مع مدن اخرى، مع عين الدياب، مع لا كورنيش ديال مارتشيل، مع السعيديه. حنا متاخرين سنوات ضوئيه صراحه الله، يعني نرى الماكسيموم بولات في الليل راه ما تكونوش شاعلين، تكون شاعله بوله وحده ولا جوج والباقي تيبقى عاد الظلام، يعني تبقى يبان لك غير الفيروجه ديال الطوموبيلات هما اللي شاعل، غير الفار ديال الطوموبيله هو اللي شاعل. وبالنسبه اخويا لهذا السؤال اللي طرحت عليا، يعني ما كرهناش لما يتقدموا ويتطوروا بد بولات طواف هذا فين تلعبوا دابا البارك، راه فين تلعبوا الاطفال راه كاين، ولكن في الشاطئ كما كتقول يعني مستوردين على شي بلايص اللي خاصهم يكونوا مناطق حره ومناطق عموميه، يعني يريح فيهم كل شيء وتبحر فيهم كل شيء. وتتمنوا الخير ان شاء الله في 2023 العام الجاي ان شاء الله، تتمنوا ونشوفوا شاطئ في حله جديده وفي خدمه جديده اللي تصلح المواطنين وتصلح المستوطنين اللي تيجيو للبلاد ديالهم. يعني دابا راه كورونا هذه راه دمرات العالم، يعني بنادم راه كاين اللي ما دخلش للبلاد ديالو 5 سنين 4 سنين، يعني باش كيجي للبلاد دابا حاليا تيجي لمدينه قنيطره ويزورها ويوقع في هذا الشيء هذا. انا راه مني وجبدني يعني نكون انا في الغربه راه ما غنعاودش نرجع لهذ المدينه هذه. علاش؟ حيت ماشي ما 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 رضاتنيش، ما لقاش هذاك الشيء اللي باغي فيها، يعني الراحه ديالك النفسيه اللي جيت للبحر باش تشم الهواء الطلق، تولي تشم واحد الريحه اللي كاريها، يعني راه نورمال ما ترجعش للبلاد. تتمنى ان شاء الله من السلطات يقدموا اضافه لهذا الشهر.